الشباب مجتمعون لرسم رؤاهم المستقبلية. مؤتمر الشباب الأول بوادي حضرموت تختتم فعالياته. المجتمعون في المؤتمر وضعوا توصيات ومقترحات لخمس سنوات قادمة. هذا المؤتمر الذي يجمع 200 شاب وشابة من محافظة حضرموت بكافة توجهاتهم وانتماءاتهم يجتمعون تحت سقف واحد من أجل مناقشة رؤية المستقبلية لحضرموت وأيضا الخروج بمقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ خلال هذا العام. على مدى يومين توزع أكثر من 200 شاب وشابة على 6 لجان اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية ورياضية وتنموية بهدف بلورة رؤى وأفكار الشباب لإمكانية تنفيذها على الواقع. والله أنا كمشارك في المجال الاقتصادي والمجال الاقتصادي في حضرموت خصوصا يعتبر متدني جدا، ونحن نتمنى أن نرفعه من خلال إنشاء المشاريع المصغرة وتطويرها ودعمها. احنا في الجانب التنموي عندنا رؤية واسعة وعريضة، باعتقادي انه الجانب التنموي هو ممكن يشارك بكل الجوانب. احنا محتاجين كشباب ندفع بعجلة التنمية في البلد ونقود البلد هذه نحو مستقبل افضل. نتمنى من مخرجات هذا المؤتمر ومن هذا المؤتمر ان تلبي طموحات وتطلعات الشباب الحضرمي في تمكينهم من المؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية والمؤسسات التنموية لكي تحدث هناك نهضة عمرانية ونهضة تنموية في محافظة حضرموت. المؤتمر يسعى على حد وصف القائمين عليه إلى تحقيق تطلعات وآمال الشباب الحضرمي وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في عملية اتخاذ القرار وتمكينهم في مختلف مفاصل الدولة والمجتمع. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون.